يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك؟ تمام، وانت كيفك؟ بخير الحمد لله. تمام. قديش اشتقنا نكون بخير عن جد، يعني كثير اشتقنا نكون بخير. يمكن اليوم عم نمر بظروف كثير صعبه يا رشا، ولكن دائما كل ما بيطلع علينا يمكن نهار جديد بنقول يا رب انه يحملنا كل شيء بنحبه ويكون افضل من اليوم اللي قبل. اكيد يا هايدي اشتقنا، واكيد انتم اشتقتوا ترجعوا تشعروا بالخير من قلوبكم. هذا الخير وقت اللي بيكون موجود عندنا بقلوبنا بنقدر نصدره لكل الناس اللي حوالينا. اشتقنا نرجع نشعر بالسعادة بالفرح، ولكن مثل ما قلنا انه اليوم الظروف هي عامة على الجميع، ولكن هذا ما بيعني الاستسلام. بالعكس، اليوم نحن لازم نقدر نركز ونتحكم بتصرفاتنا بانفعالاتنا اللي حتعرفنا عليها ضيفتنا بأول فقراتنا. ولكن أكيد اليوم مشوارنا الصباحي بلش معكم بالعديد من الفقرات، حنروح مع ضيوف اختصاصيين ونروح معهم ضمن استفسارات ضمن اختصاصاتهم، وأكيد أخبار محافظاتنا السورية ضمن التقارير. أكيد إن شاء الله رشا، يمكن ضمن ساعة ونص من الوقت بنقدم لكم كل الفائدة بالعديد من المواضيع ضمن فقرات صباحنا غير. يسعد صباحكم بكل الخير والرضا وراحة البال. يومكم يا رب يكون بخير ويحملكم كل شيء بتتمنوه. وأكيد خلونا نطلع على فاصل ومنبلش. ويسلم ترابك يا شام، والله يحمي جميع المحافظات السورية يا رب. الأمان والسلام لكل سوريا الحبيبة. وقبل ما نروح لنستقبل أولى ضيوفنا لليوم، خلونا نرجع نحن وأنتو بذاكرتنا وذاكرة التاريخ لنشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. تشرين الأول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هاليوم. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1492، رحلة كريستوف كولومبوس تصل إلى جزر البهاما بمنطقة الكاريبي القريبة من أمريكا، وساد وقت اعتقاد بوصول الرحلة للهند. وبعام 2015 جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية تمنح للبريطاني الاسكتلندي أنغوس ديتون لتحليله بالاستهلاك والفقر والرفاهية. وأيضا بعام 2015 شركة ديل بتستحوذ على شركة EMC بصفقة بلغت 67 مليار دولار لتصبح أكبر صفقة بتاريخ الشركات التقنية على الإطلاق. ومن الشخصيات التي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1935 لوتشانو بافاروتي، مغني أوبرا إيطالي. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1924 أناطول فرانس، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1921. وبعام 1965 بول مولر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل بالطب للعام 1948. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. رح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم، واليوم في مسؤولية لكل الأهالي بتنمية الذكاء عند الأطفال. وأكيد هيدا الذكاء ما بيقتصر على الذكاء الأكاديمي، لا، كمان لازم نحن نعلمهم الذكاء العاطفي. ولما نقول ذكاء عاطفي، مجموعة من المهارات اللي بتخلي الطفل من عمر صغير يعرف كيف يحدد مشاعره، كيف يتفاعل معه، يهتم فيها، ويهتم أيضا بمشاعر الآخرين. قد ايه مهم موضوعنا اليوم يا رشا؟ أكيد هايدي، اليوم وقت عم نحكي عن المشاعر عم نحكي اليوم عن مهارات التحكم بمشاعرنا، إن كان بانفعالاتنا، بطريقة تعاملنا مع كل المواقف اللي ممكن نتعرض لها. بنشوف في فروقات كتير بين الناس. في ناس بتعرف تتصرف بشكل ذكي، بنقول هذا الإنسان ذكي، قدر باللحظة المناسبة يتصرف بشكل المناسب، وبنقول هذا الشخص ما تحمل، كان غضبه كتير ثائر، وهون كان الذكاء العاطفي عنده شوي ضعيف أو ما بيمتلك هاي المهارة. اليوم عم نحكي عن التنشئة النفسية والتربوية، وضيفتنا دائما وهي من أهل البيت الأخصائية رائدة بعكر، وهي باحثة بالذكاء العاطفي، رح تخبرنا أكثر
كيف قادرين اليوم انا اضبط اعصابي مع هايدي وما صبح عليها برواق؟ حبيبه قلبي حبيبه، صباح الخير اول شيء، صباح المشاعر الايجابيه وصباح التفاعل والتفاؤل، وان شاء الله تضل كل ايامتنا هيك كلها مشاعر حلوه. اكيد هذا الموضوع صباحك. اهلا وسهلا فيك استاذه. بدايه يعني حكينا هيك مقدمه تعريفيه عن الموضوع، ولكن يمكن اليوم نسبه من الاهالي بسنوات الاولى من عمر الطفل بتلاقيهم بيهتموا بس بدراسته بتربيته، لكن ينسوا انه في جانب من المشاعر، فبصير استهتار واستهوان بهي المشاعر. خلينا نخبر المشاهدين من حضرتك شو بنقصد بالذكاء العاطفي. ماشي، حتى هيك يكون قريب كثير لذهن المشاهدين، خليني اعرفه هيك تعريف بلدي مثل ما بقول بسيط، وارجع للتعريف. هلا وانا جاي لقيت في طلاب كثير جايين من اولاد صغار، اهلين عم يضربوهم، لا بدك تروح على المدرسه، لا، والطالب ما بده يروح. هون دور الاسره بهذا الذكاء العاطفي. او انت مثلا بتكوني قاعده على طاوله، ابنك بيوقع الكاسه، وقعت الكاسه وبتبلش تصيحي وتعيطي وكذا، هي الانفعالات كلياتها بتاثر على الشعور العاطفي عند الطفل حصرا. طب قبل ما انتقل انا لهذا الموضوع، خليني افهم شو هذا الذكاء العاطفي. دائما نحن الاهل، والله ابني حصل اكاديميا شاطر ممتاز، بينسوا انه في شيء اسمه ذكاء عاطفي، وبيجيكي طفل ثاني محنك، اهلا وسهلا فيكي وكيفك وبقدم، هذا ما بيشوفوه. مين بيشوفوه؟ بيشوفوا الاخر اللي هو حصل دراسيا. فبمعنى عام خليني اقول شو هي الذكاء العاطفي. لاحظي كلمتين، ذكاء وعاطفي. الذكاء هو قدرة التكيف مع المواقف الصعبة من خلال العاطفة. العاطفة هي القلب، بينما الذكاء هو بالعقل، لأنه لكل إنسان عنده ذكائين، عنده ذكاء عقلي وعنده ذكاء عاطفي. العقلي إني عقل الأمور، العاطفي إني أنا شغل المشاعر. شو هي المشاعر اللي نحن دائما نحكي عليها؟ إذن بكل صراحة الذكاء العاطفي هو فهم مشاعرك، انفعالاتك، أحاسيسك وضبطها، فهم مشاعر الآخرين والتعاطف معها من خلال المشاعر اللي أنت بتتحطي فيها. إذن ببساطة الذكاء العاطفي هو، خليني أقول، سلة فيها مشاعر سلبية وفيها مشاعر إيجابية. إذا كنت أنا رايح على مكان فيه سعادة بعطيهم الحب والسلام والهدية، وإذا كنت رايح على مكان حزين بعطيهم الألم والفقد. إذن هاي المشاعر نابعة من أفكارك مع ذاتك. إذن الذكاء العاطفي نفهم هاي المشاعر ونفهم ونضبطها مع ذاتنا، ونفهم الذكاء الآخر اللي هو الذكاء الاجتماعي اللي هو جزء من الذكاء العاطفي، ببناء علاقات اجتماعية وتوسيعة والتواصل الفعال، حتى نعيش ضمن مجتمع يسود الأمن والسعادة والرفاهية. فإذا هن الاثنين ما بنقدر نفصلهم عن بعض. دائما بيسألوني سؤال، يا ترى فينا نفصل العقل عن العاطفة؟ لا، الذكاء العاطفي يتناسب طردا مع الذكاء العقلي. بس يعني أنه اللي بيغلب؟ نعم، أنه القوى الأغلب. ما في أغلب، هي اسمها عقلنة المشاعر. دائما كمان سؤال آخر، أنه دائما الرجل عقلاني أكثر من المرأة، يعني المرأة بتفكر بعاطفتها عاطفية أكثر، بينما الرجل هو، هن الاثنين عاطفيين. أول ردة فعل لأي إنسان بالحياة عاطفية، يعني بيفكر بيشعر بيقرر بينفذ. فالحالة الشعورية نتيجة الأفكار اللي أنا عم تأتيني من الخارج. ممكن أنا هلأ قاعدة تشوفيني، يا الله بتذكريني بأمي، يمكن تسمعي غنية تزعلي. هي المشاعر بتحركها الظروف، المواقف، الأشياء، الذكرى، الخبرة، الماضي اللي كنت عشتي. الوعي، ما بين الوعي واللاوعي. فبصير طيب. عندك أمرار كتير بتفيق اليوم، والله مزاجي مجا عبالي إجي على الحلقة، اليوم نهاري معكر، وفعلا بيتعكر نهارك نتيجة الحوار الداخلي اللي انت ما ضبطتيه. نحن علينا انه نضبط هاي المشاعر. شو هي هاي المشاعر؟ في فرق كتير بين المشاعر والأحاسيس. المشاعر هي طاقة انت موجودة عندك، اما طاقة، اما تكون إيجابية او طاقة سلبية. بالحالتين ما لازم اكبت هاي المشاعر. ومن هون اجت مهارات الذكاء العاطفي، سواء عند الأطفال
أو عند الكبار. الكبار. اليوم ست رائدة، اليوم أنت موجودة لحتى يعني نستفيد من خبرتك ضمن هذا المجال. اليوم مو بس الطفل بحاجة لهذا الذكاء، نحن كل ما كبرنا كل ما طورنا طورت مهاراتنا عم نحتاجها أكثر، وخاصة بمجال الأعمال وبالمجال الاجتماعي. يعني اليوم أنا كيف قادرة أطور هذه المهارات؟ شو هي التدريبات؟ يعني أنا حدا ناري، يعني أنا طبعي ناري، بعصب فورا يعني وبهدى فورا يعني. كلنا بنعصر. تمام، سؤال حلو كتير، وكلياتنا بنتعرضه بالحياة الواقعية. هلق الذكاء العاطفي مو بس مهم بالأسرة، مهم بكل مكان بالحياة. أصلاً أساس النجاح في الحياة هو الذكاء العاطفي. في ناس كتير بتلاقيهم معهم دكتوراه لكن فاشلين بالحياة العملية، وفي مدرس بتلاقيه دكتور ما بيقدر يوصل المعلومة لطالب، وفي عندك مدرس عادي عنده وسيلة عنده خبرة عنده ذكاء يوصل المعلومة. هون عندك 20% ذكاء أكاديمي و80% هو الذكاء العاطفي. أنا شو بدي؟ عندي ذكاء لكن ما عم بوظفه بالمكان المناسب، عندي معرفة ما عم بقدر أوصلها. فأهمية الذكاء العاطفي بكل جانب، بالأسرة، بالبيت، بالحياة، بالعلاقات، بالناس النرجسيين اللي إحنا موجودين. فنحن الأهمية هي بتأدي أني أنا حل مشاكلي وكون هادية بمشاكل. وقت تهدى المشاعر بتقدري تاخدي قرارات صحيحة، بتقدر تحلي مشاكلك، بتقدري تكوني أنت في بيئة آمنة لطفلك، لبيتك، لزوجك، لعملك، بزيد إنتاجك، بصير تفكري صح، بصير تديري صح. بس اهدي هاي المشاعر، خليني أنا ما أكبتها، مجرد أني أنا كبتها معناتها أنا بدها تأثر علي. احنا معي وجسدياً. علمينا اليوم كيف هدول نطوروا هدول أساس عنا، كيف بدي طور أنا هاي الذكاء اللي عندي؟ أدي للعشرة مثل ما نقوله باللغة. أدي أهدي. ابنك صرخ، ابنك ما جاب علامات منيحة، ما بالضرورة أنا. لا، نحن بدنا نهدى، نعطيه تقنيات وأسرع. أصلا من أهم مبادئ الاستراتيجيات التقنيات الأساسية لأي شيء بالحياة، حتى لقلنا نفسنا نفرغ هاي الطاقة كتابيا، هدوء، عيطي، لعبي رياضة، رقصي، لوني، بس ما تخليه لأنه رح ينعكس عليكي جسديا ومرضيا. نعم. لأنه المشاعر هي بوصلة الحياة. شو بقولن أنا دائما؟ أعطوني طفل عمره 5 سنين لأعطيه قائد بالمستقبل من خلال التحكم بالمشاعر والانفعالات. أحلى ما نندم بعد ما نضرب الولد ونعيط عليه وليش هيك عملت وليش هيك سويت، يا ريتني ما عملت هيك، يا ريتني درت الغضب. إذا من أهم مهارات لحتى أنا فعلا يكون عندي ذكاء عاطفي بأي مجال من جوانب الحياة الوعي الذاتي. وعلى ذاتي. طب إذا أنا مو واعي لذاتي ولا مشاعري ولا عواطفي وما بقدر بتحكم فيها، بدي أتحكم بالطفل، بدي أتحكم بالطالب، بدي أتحكم بالمدير؟ لا، بدي أضبط مشاعري، أعرف نقاط ضعفي، نقاط سلبياتي، أهم شيء سلبياتي. في ناس كثيرة ما بتتقبل السلبيات، ما في منطقة اسمها منطقة عمياء عند كل إنسان. أنت ما بتشعري أنك عصبية لكن الآخر بيقول لك أنت لا ماني عصبية، لا أنت عصبية بدليل أنك أنت ما بتتقبلي. إذا الوعي الذاتي أنك تعرفي أهدافك، مبادئك، قيمك، ليش عايشة، بماذا تشعر، أعرف هاي المشاعر شو سببها، من وين إجت، ليش أنا معصبة، أقعد هيك أعمل هيك لحالي، أعرف أكتب 1 2 3 مشاعري كذا كذا حتى أعرف صنف هاي المشاعر، أعرف نوعها، ما أكبتها، عيشة غيمة وبتطلع. حتى المشاعر الإيجابية كتير ما بيعبروا عن المشاعر الإيجابية، حتى المشاعر عبري بالفرح، بالسعادة، بالابتسامة، بالاحتضان، طلعي هاي المشاعر. في عندي 5 مشاعر سلبية وعندي مشاعر كتير إيجابية. شو هن الخمسة؟ أساسية لكل البشر بالعالم، الحزن، الألم، الغضب، جلد الذات، وعندي آخر نوع اللي هو الاشمئزاز. يمكن جلد الذات هو أصعب شيء، أكتر شيء. وعندي مشاعر إيجابية للرضا، الامتنان، المحبة، الخير، التفاؤل، الابتسامة، كلياتها هي. ما في أحلى من جمال أني أنا غير هاي الأفكار. أكيد. لأنه جذر المشاعر هي الأفكار، هي الحوار الداخلي. أنا بالليل بقول والله اليوم وجع على بال، مثل ما كنت بقول لحضرتك اليوم أنا مزاجي، نتيجة أنك أنت حطيتي هذا ببالك، أفكارك تحولت إلى مشاعر، المشاعر تحولت إلى سلوكيات، وفعلا بتلاقي حالك أنت بمكان ما أنت كنتي بتتمني. تمام. بس لحتى تكفي أهم المهارات اللي هي ضرورية. نعم. أني أنا غير أني أوعى بذاتي، نظم هاي المشاعر، اتحكم فيها، بعدين ارجع اكون عندي حافز لذاتي. اذا انا ما عندي حافز داخلي، انا بحب مثلا اكون مذيعة، اذا انا ما عندي حافز ما رح انجح. خلي عندي حافز، خلي عندي شغف، خلي عندي دافعية لاعمل شغل،
وسع العلاقات والمهارات الاجتماعية وابني صداقات مع الآخرين وتعاطف معهم بالخير وبالشر وقدم لهم المساعدة. وقت أنا قدم هاي المهارات سواء بالبيت بالأسرة بالمجتمع، علم هذا الطفل هاي المهارات، كيف يتعاطف، كيف يحب، كيف يحدد مشاعره، كيف يصنف مشاعره، كيف يفهمها. مو والله اجي انا اقول له خلاص عيب تحكي انت زلمة كبير، هاي كتير صعب، عم بكبته. بدنا نطلع من هاي الحالة الشعورية ونحولها الى حياة ودافع او فرصة حتى نتحول الى افضل واحسن بالحياة. صحيح، يعني يمكن ظروف الحياة اليوم، انشغال الاهالي، يمكن هنون عم بيكونوا بعيدين عن اطفالهم، فبالتالي عم تظهر هي المشاكل اليوم بالذكاء العاطفي عندهم. خلينا نوضح فكرة استاذة لاء، اذا اليوم في كثير من الاشخاص يمكن ما بتفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الدراسي عند الاطفال، ممكن تربط بيناتهم بشكل كثير كبير، بيقول لك اذا الطفل ذكي عاطفيا عنده بيعرف يكون علاقات صحيحة، هو ذكي منفتح، بتلاقي إن هو شاطر حتما بدراسته، والعكس صحيح. شو العلاقة بيناتهم اليوم؟ طبعا أنا حكيت بالبداية إنه لكل حدا فينا ذكائين، عاطفي وعقلي. من صفات الطفل الذكي عاطفيا بتلاقيه مرن، كل رفقاته بحبوه، قيادي، بصير مشكلة كلهم بيلتموا عليه، وين محطتي بياخد وبيعطي، منه انطوائي، عنده تنوع، عنده مشاعر، عنده تفاعل، عنده محبة. السبب الأساسي هو البيئة الأسرية اللي طلع منها، لأنه البيئة الأسرية هي أساس الذكاء العاطفي. يعني أنا وقت بفوت الأب أو الأم بيعبروا عن مشاعر المحبة والتفاؤل قدام الطفل، الطفل هو قدوته بالبيت بالأساس هو أمه وأبوه، فهذا الشيء بيخليه يربى عاطفيا ويميز العواطف. لكن إذا أنا بدي أخجل من زوجي وزوجي يخجل مني وما أقدر أنا أعبر عن هاي المشاعر أو عن حزني أو عن ألمي، ما بصير أنا زلمة، ما بصير أعبر عن مشاعر الحزن، أنا رجل، أنت عم تكبتي، وبالتالي عم بصير عنده عقد بالمستقبل. أنت عم تصنعي طفل عاطفيا واجتماعيا ومستقبليا، لازم نحن مسؤولية كبيرة، انتبه، مسؤولية كبيرة. أول مسؤولية تقع على عاتق الأسرة، لازم يكون في عندي تواصل مع هذا الطفل، مو أعطيه الجوال وروح أو طعميه، لا، أعرف بشو عم بيفكر، شو عم بيشعر. ماما أنت غضبان اليوم كأنك جاء، عادي كلياتنا بنغضب، ماما أنت جوعان عادي، أنت حزين، أنت شعري معه، انصتي له، مو سكوت خلاص من الآخر شو بدك، لا، خلي هذا التواصل، خلي كل يوم هيك بالليل نقعد 5 دقائق ناخذ ونعطي مع هذا الطفل، نفهم شو عم بفكر، خصوصا بهي الاوضاع الحاليه اللي نحن موجودين فيها. ما بصير تحزن، ما بصير تفرح، ما بصير تعبر، انت ولد يلا روح على ديره، لا، هذا الولد هو الاساس، هو بنيه المستقبل، هو الوطن اللي بده يبني عليه أسس الحياة المستقبلية. مثل ما ذكرتي بعض النقاط اللي هي بتبني هذا الطفل، نحن بعبارات جدا بسيطة قادرين نهدم نفسية أطفالنا، نهدم أحلام عندهم بحياتهم. شو هنن الشغلات أو خلينا نقول العبارات اللي ممكن أنا أستخدمها كأم؟ أكيد مانا عن قصد، ما في أم اليوم بتحب تشوف ابنها مانو سعيد بحياته، ولكن ضغوط الحياة أنا بجوز أتفشش بهذا الطفل، أعطيه كم كلمة يعني يرجعه حلو كتير بحياته. وهذا لب الموضوع حقيقة. أول شغلة ما بحمله مسئولية، بعلمه التلقين، أنا بجيب لك، أنا بطعميك، أنا بنقي لك، غراضك علي. وأنا بيفهم الولد أنه هو مقد المسئولية، بالتالي أنت عم تقللي ثقته بنفسه. أي واحد نيم، لا عاد تحكي، أنت صغير، أنت سكوت، فوت على غرفتك، تقضي عليه وبتفكي هون بصير عقدة ذنب، أنا تمنى مهتم بكلامي. العيب الثالث واللي أهم أكثر من هيك، بتقول له ليك إذا ما رتبت أوضتك ما رح حبك، وإذا ما نجحت وجبت لي علامات ما رح، تبتزه عاطفيا، فبيطلع معناته أنا ما رح تحبني أمي، وكأنه عم تنهن محبة الطفل بشيء مادي، هذا الشيء ما بصير. أكيد. بالختام تفاصيل كتير مهمة، موضوع كتير مهم من حضرتك، بدنا نشكرك كتير، كنتي معنا اختصاصية التربوية الأستاذة رائدة باكر، أهلا وسهلا فيك. خليك، أيامكم كلها سعادة يا رب. شكرا كتير. شكرا أستاذة رائدة لحضورك، أيامك كلها هيك عاطفية وانفعالات متزنة إلنا وإليك ولأطفالنا. خلي أولادكم جميعا. آمين يا رب. ونحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وتعودنا كل نهار سبت يا هادي نتعرف كيف حيكمل طقسنا ضمن أسبوعنا الحالي. أكيد يا رشا، يمكن
يمكن هلا المفروض بهذا الشهر نحن يكون في برد، ولكن بتلاقي في تقلبات. صح. كان صباحا بيكون دافي وبالليل عم بيكون في شويه بروده. تمام، خلينا نتعرف اكثر مشاهدينا كيف عم تكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه خلال الايام القادمه. وصار معنا عبر اتصال هاتفي الاستاذ حسان الجردي ليخبرنا معلومات اكثر. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، صباحك يا هلا. يسعد صباحك. خلينا نخبر المشاهدين بداية كيف عم تكون أحوال الطقس ودرجات الحرارة بمحافظاتنا السورية. شكرا عليك، صباح الخير جديد إليك لزميلتك الأخبارية السورية لفريق العمل. هلا بشكل عام الحرارات عم تكون أعلى من معدلاتها وأجواء حارة نسبيا بأغلب المناطق. هلا الحرارة في عليها انخفاض، كان الانخفاض من امبارح وتستمر لليوم ولبكرة. درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طفيف بس بتضل أعلى من المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية. أجواء عم تكون حارة نسبيا وصحوية بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة. أجواء بالليل عم تكون مائلة للبرودة بشكل عام وباردة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة عالية في المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية. هلا اعتبارا من يوم الاثنين القادم باذن الله بتتاثر المنطقه بحاله عدم استقرار ضعيفه. بتضل الحرارات فيها اعلى من المعدل من 1 ل 3 درجات مئويه، في انخفاض بس الانخفاض عم يكون طفيف واجواء خريفيه بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام مع احتمال ضعيف لهطل زخات من المطر خلال ساعات بعض ظهر ومساء يوم الاثنين والثلاثاء، خاصه بالمرتفعات الساحليه بشكل خاص احتمال هطول مطري فقط بالمرتفعات الساحليه. بتستمر هذه الاجواء حتى نهاية الأسبوع اعتبارا من يوم الخميس القادم نهاية هيدا الأسبوع. المنطقة رح تتأثر بإذن الله، من المحتمل أن تتأثر المنطقة بإذن الله بمنخفض جوي مرتفع بكتلة هوائية باردة نسبيا. يستمر تأثير هذا المنخفض حتى مطلع الأسبوع القادم، يكون خلاله انخفاض واضح وملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط بسرعة الرياح الغربية مع هبات تتجاوز ببعض الأحيان 40 كيلومتر بالساعة بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الساحلية، واحتمال لهطولات مطرية تكون غزيرة ببعض الأحيان ومترافقة بالعواصف الرعدية خاصة بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى. المنخفض رح يضل حتى نطلع الأسبوع القادم ونتأثر فيه نهاية هيدا الأسبوع، وحالة عدم الاستقرار ضعيفة رح تكون أيام الاثنين والثلاثاء، في احتمال ضعيف لهطل زخات من المطر خاصة بالمرتفعات الساحلية بعد ظهر يوم الاثنين والثلاثاء. وبشكل عام درجات الحرارة عم تضل حتى نهاية الأسبوع أعلى من معدلاتها بواحدة 3 درجات مئوية. أما رح نلاحظ الانخفاض مع مطلع الأسبوع القادم من الخميس، بتبلش الحرارة تنخفض بشكل واضح والانخفاض الأكثر رح يكون مطلع الأسبوع القادم بمختلف المناطق، ورح تكون الأجواء باردة بالنهار بشكل عام وباردة نسبيا خلال ساعات الليل. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءاً من العاصمة دمشق لليوم 30-17، القنيطرة 26-14، القلمون المرتفعات الجبلية 23-10، درعا 31-17، السويداء 28-15، منطقة الوسطى حمص وحماة 31-18، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 34-17، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 29-20، بالشمال حلب 33-19، إدلب 28-13، دير الزور الرقة المكمل للمنطقة الشرقية 33-18، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 31-17. نعم أستاذ حسان الجردي، شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. ومثل ما سمعنا يا هايدي نحن على موعد مع هطول لبعض الأمطار لبعض المناطق وانخفاض لدرجات الحرارة حتبلش الخميس القادم. الله يبعث الخير، ودائما المطر هو خير لأرواحنا وأكيد للأرض. خلونا قبل ما نستقبل تاني ضيوفنا لليوم نروح لأول تقاريرنا لليوم، وتقريرنا حيكون من السويدة، وحنروح ضمن هذا التقرير لمعرض الأعمال اليدوية واللوحات الفنية لجمعية أطفال الغد. طبعا هذا المعرض كان هدفه هو دعم وتمكين الأطفال، وأقامت هي الجمعية اللي مثل ما قلنا تحت مسمى جمعية الغد بالسويداء معرض الأعمال اليدوية واللوحات الفنية. هذا المعرض رح يرجع ريعه لصالح أطفال المحافظة. زميلنا شام حمدان وباقي التفاصيل. بهدف دعم الأطفال وتمكينهم أقامت جمعية أطفال الغد بالسويداء معرضا للأعمال اليدوية واللوحات الفنية التي سيعود ريعها لصالح أطفال المحافظة. هذا الشغل هو حرف يدوية
من لوحات فنية لأعمال كروشيه لسكب شموع تنسيق هدايا. في كثير تفاصيل بتخص هذا المكان. نعمل هذا المعرض ليكون جزء من الرعي تبعه هو لجمعية أطفال الغد. رح نشتغل على شيء ويكون هو مشترك بشكل دائم لنساعد هاي الأطفال تكون على طريق صحيح. معرض بيعبر عن الأمل الكبير الموجود عند السوريين، بيعبر عن حالة الفرح الدفين يلي عم يحاولوا يختلقوه بشكل دائم. هذا المعرض اليوم لهالصبية الشطورة الله يعطيها العافية، أكيد هو مو شغل سنة وسنتين، شغل تجميع عمر هي وكل اللي ساعدوها بالشغل. المعرض تضمن العديد من المنتجات والأعمال الصوفية والخشبية وغيرها الكثير، حيث يهدف لإيجاد مردود يمكن من خلاله تقديم الخدمات اللازمة للأطفال. إحنا نشتغل كدعم نفسي أساسي ورئيسي بالجمعية، واهتمينا كثير بهي القضية، ونشأت جمعية أطفال الغد كانت لهذا المنبر، لهذا الاختصاص يلي هي نمكن هذا الطفل شوي، نغير له شوي الخرائط الموجودة عنده، طريقة تفكره، الأحداث يلي عم بتصير برا ما تكون عاكس، لأنه هي الظروف معيشية على الكل والوضع على الكل. فنحن لنطور من آلية تفكير هذا الطفل، نعطيه أنماط مختلفة يلي هي بالفن، بالموسيقى، بالرسم، بالتمثيل، بالرياضة. مبادرة كثير ممتازة جيدة، هي دعم المواهب والمهارات الموجودة عند الأطفال. حسب ما نحن شايفين شغل كتير ممتاز. المجتمع المحلي الحقيقة ما عم بيقصر، ولكن الظروف اللي عم نمر فيها شوي هي عم تحد من هاي الإمكانيات. تكاتف المجتمع المحلي والجهات الرسمية يعتبر من الوسائل المهمة لتحقيق نتائج تنعكس إيجابيا على جميع شرائح المجتمع. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. أما هلا حنروح ضمن هاي الفقرة لنحكي عن الأدب، نحكي عن قصص المقاومة اللي نحن مفروض نزرع بأطفالنا. نحن جيل كبرنا على القضية الفلسطينية، كبرنا على أنه هي حق وواجب وحق مشروع لنا لكل العرب مو بس للفلسطينيين. اليوم الأدب والثقافة هنن لهم دور مهم ومهم جدا بإنشاء هذا الطفل ومحاكاة عقل الطفل لإدراك شو يعني مقاومة، شو يعني قضية فلسطينية. اليوم ليش كل هذا التصعيد عم بصير على جميع الجبهات، إن كان الفلسطينية إن كان اللبنانية، وحتى عم نشهدها حاليا في سوريا. هذا الطفل حقه أنه يكبر ويعرف أنه هو بيحمل مسؤولية قضية مقاومة مفروض يحملها بعمر جدا مبكر. يا هايدي، أكيد يا رشا، مثل ما ذكرت اليوم نتيجة الأوضاع الصعبة اللي عم بيمر فيها اليوم إن كان أهلنا بغزة أو لبنان، يمكن تساؤلات كتير كبيرة من الأطفال، يا ترى شو عم بيصير. فاليوم أدب المقاومة الموجه يمكن للأطفال بيجاوب على استفسارات هي الأطفال بطريقة مبسطة. رح نعرف أكثر تفاصيل من ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الأستوديو، الدكتورة نجلاء الخضراء الباحثة في التراث. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. دائما يعني بتربطي الفقر اللي عم بتحكيها بزي بلفت نظر المشاهد، يعني زي فلسطيني نحن عم نشوف اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتورة. اليوم وقت عم نحكي عن المقاومة عم نحكي عن قضية جدا مهمة، كبرنا عليها، تعلقنا فيها، وصارت هي واجب كل شخص فينا. ولكن اليوم عند الطفل نحن كيف قادرين نحاكي عقول الأطفال لإنشاء هذا الأدب؟ هذا الأدب انتقل عن طريق يعني موجود من التراث العربي منذ القدم، منتقل على الأجيال عن طريق الأجداد، عن طريق الآباء، عن طريق المدرس نقله بموعظة، بقصة قبل النوم، بتركة تركة مصحوبة بمفتاح البيت أو مصحوبة بمسكوك لملكية البيت أو أرض. أيضا انتقل عن طريق القصة، الرواية والشعر والمسرحيات، كل هذا انتقل للأطفال. تحدث هذا الأدب للطفل عن
التراث الشعبي، حدثوه عن العادات، عن التقاليد، حدثوه عن الأبطال، عن الأنبياء، عن سير الأنبياء، عن سير الأبطال، حدثوه أيضا عن أدب المعارك، تحدث هذا الأدب عن أدب المعارك. نعرف إحنا السيرة النبوية، الغزوات، الفتوحات، السيرة الهلالية أيضا، عنترة صلاح الدين الأيوبي وفتوحاته وتوحيده للبلاد، كل هذا تحدث التراث العربي. قصص مليئة قصصنا التاريخي عن تاريخنا، نستطيع من خلال هاي الأشياء اللي ذكرتها ننقل فكرة المقاومة، ننقل فكرة حب الأرض للطفل، ننقل له فكرة التضحية، عظيم التضحية من أجل الوطن، ننقل له فكرة الشهادة، قديش هي قيمة، قديش الشهيد يبقى حيا في بيوتنا، في مجتمعاتنا، لا يشيخ ولا يهرم. هذه الأفكار التي علينا أن ننقلها للطفل حتى يتمكن من حمل مسؤوليته في المستقبل. نعم. أكيد. دكتورة نجلاء، خلينا نحكي اليوم قدي مهم أدب المقاومة اليوم للأطفال حتى يوعيهم أكثر، يكون عندهم ثقافة أكثر، شو عم بيصير يمكن بوطنهم أو شو عم بيصير بالعالم الخارجي، قدي مهم وجود هذا الأدب؟ هذا الأدب مثل ما قلنا هو بيعطي شخصية للطفل، بقوي شخصيته، بيعطي ثقته بنفسه. هذا الأدب بيحمل بيعطي توسيع لمداركه، بيعطي قيم للقيم الأخلاقية، القيم التضحية، قيم الحب الوطن، ايضا بيوسع له مداركه، بيعطيه بيجسد له المثل الاعلى بالشخصيات، القصص بالشخصيات، البطولات اللي عم يتقدمها ابطال هاي القصص وابطال هذه المسرحيات. ايضا بيعطي لغته، بيقوي له لغته، بيعطيه مفردات اكثر، بيعطيه قوه للتعبير، بيعطيه طلاقه في الحوار والحديث، بيعطيه معلومات عامة عن الحياة، عن الدين، عن التاريخ، الجغرافيا، حتى عن الصناعة، عن الزراعة، كل هذه المعلومات يجدها الطفل داخل صفحات الأدب. ويعني خلينا نقول دكتورة نجلاء أنه الأدب خدم الطفل بهدول المعاني، عرفهم شو يعني مقاومة، شو يعني قضية إن كان فلسطيني أو قضية حق خاص. قديش شدنا عمليات فدائية لأطفال ضمن غزة، يعني هذا كان منشأه القصص المقاومة، قصص الأبطال، قصص الشهداء يلي مرقوا عبر التاريخ ودائما نحن نستذكرهم يعني، واليوم لحاله مفتاح العودة الموجود بكل بيت فلسطيني هو حلم لهذا الطفل. وقت نقول أدب ونحكي عن أدب المقاومة في نشأة له، كيف نشأ هذا الأدب؟ خلينا هيك نرجع معك شوي، وهو نشأ بعد النكبة وكيف تم استخدامه؟ أدب المقاومة مثل ما تفضلتي نشأ بعد النكبة من خلال الشعراء والأدباء اللي عاصروا النكبة، اللي شاهدوا مشاهد الدمار، حاولوا يوثقوا ويكتبوا عن هذه المشاهد، عن مشاعر التهجير، عن مشاعر الحنين إلى الوطن. طبعا هذا الأدب ما لقى انتشار لعدة أسباب، منها وأهم سبب من هذه الأسباب القرصنة الصهيونية، لما حاول العدو الصهيوني التغبيش وتغطية هذا الأدب. بالمقابل عمل على نشر ما يسمى بالأدب الصهيوني اللي كان هدفه التشويش على الحق الفلسطيني، محو الذاكرة الفلسطينية، يعني تأكيد على حق مزيف. طيب هون ما كان في دور للأدباء العرب للتوثيق والعمل أكثر على توثيق هاي الفكر؟ تماما، تصدق كانوا منتبهين الأدباء والشعراء منهم إبراهيم طوقان، نعم، سميح القاسم، وغسان كنفاني، كانوا منتبهين لهذه الهجمة وحاولوا التصدي لها بكتابة وتوثيق هذا الأدب.
عن طريق الشعر، عن طريق القصة، عن طريق الرواية. وكان غسان كنفاني أول من وضع هذا المصطلح وأطلقه على اسم كتاب جمع فيه كل هذه الأدبيات، أدب المقاومة. نعم، جمع فيه هذه الأدبيات. تحدث هذا الكتاب عن الفترة بين 48 وحتى 66 بشكل كامل بمختلف النصوص الأدبية اللي كانت موجودة. اليوم الأدب هذا اللي عم يتوجه للأطفال قد ايه ممكن هو عم بيراعي فروقات فردية، عم يراعي مستويات عند الأطفال؟ فبالتالي اليوم شو هي إذا بدنا نقول مقومات الكتابة للطفل وعوامل الخصوصية الموجودة فيه؟ الكتابة للطفل لازم تكون مفردات بسيطة، جمل قصيرة، حوار سهل وبسيط، أيضا سهولة في الفكرة، في الحبكة، في أسلوب العرض، اللغة الواضحة، اللغة الصحيحة. أيضا الطفل يحب الجنوح إلى الخيال، الابتعاد عن التجريد. ممكن استخدام الأساليب اللي بالإضافة للأساليب البسيطة، أسلوب المفاجأة، الدهشة. نستخدم أسلوب الحوار والأسئلة والمبني للمجهول، ثم العودة إلى الأسلوب البسيط اللي بيجعل الطفل يستمر في القراءة وتوصل الفكرة بشكل صحيح إلى ذهنيات الطفل. طيب دكتورة النجلاء، اليوم نحن عم نشهد تصعيد جدا ظالم، جدا لا إنساني، كان على المدنيين، على البناء التحتية، كان بالضاحية في بيروت، في لبنان، في فلسطين، وسوريا أيضا كمان في هجمات صهيونية لا شرعية عم تصير. هذا الطفل اليوم عم بيشوف يعني، ولكن هو غير مدرك لكل شيء عم بيصير، وخاصة نحن عم نحكي عن فروقات بالأعمار. اليوم في أسلوب بالتوجيه، في أسلوب لحتى أنا أشرح لطفلي شو عم بيصير، شو يعني صهيونية، شو يعني اعتداءات لا شرعية. اليوم منشوف أطفال أو منشوف مقاطع على النت أو على مواقع التواصل الاجتماعي، على الإعلام، يعني أنا بتعلق بذاكرتي قول لأم شهيد قالت نحن بندفن شهدائنا من هون وبنرجع الجبهة من هون. هذا الطفل اللي عم يسمع هاي العبارة هو غير مدرك شو معناتها هاي العبارة. شو هي أهم الأساليب لأنا قادرة أوضح لابني شو يعني مقاومة، كيف هو يتخذها كقضية للمستقبل ضمن حدوده وإدراكاته؟ الحقيقة الأدب المقاوم، أدب الطفل المقاوم انتبه لهذا الموضوع، كان ينقل فكرة المقاومة بأسلوب متدرج بحيث أنه يقدر يوصل للطفل أنه الدفاع عن الحق عليك أو علينا أن نبذل أكبر التضحيات من أجل الوطن أو من أجل استعادة الحق. أيضا تحدث عن هذه التضحية أو الشهادة بأسلوب ناعم، بأسلوب خالد، بأسلوب شامخ، بعيدا عن فكرة الفقدان، بعيدا عن فكرة الحزن اللي بتسببه هاي فكرة الشهادة. أيضا حاول دائما أدب الطفل المقاوم يقدم فكرة النجاة على فكرة التضحية أو الشهادة. تلاعب هذا الأدب في مشاهد الدمار، لون الدم، مشاهد الحرب، وحتى لا يدخل الطفل في بهذه الأزمات النفسية ويصبح الطفل بحاجة لطبيب نفسي ليخرج من هذه الأزمات. لهذا السبب علينا أن يعني في أساليب كتير فينا نحكي مع عن طريق الطفل القصة فيها. نعم. مثلاً نحن ممكن نرجع ل 48 عن طريق قصة صغيرة نوصل لهم أنه بهذا العام تماماً هيك نحكي صار معه، نحكي له على الحضارات التي قامت على بلدنا، عن اللي يعتز بهذا بانتمائه بوطنه. نتحدث له عن مغامرات الأجداد، حكاية الأجداد، نتحدث له عن حقوقه، حق العيش بسلام، حق اللعب، حق العيش ضمن أسرة، عن الأسير والحق الذي افتقده هذا الأسير. صحيح. نتحدث له عن طفل الحجارة الذي قلب الحجر هذا إلى رمز بين يديه. صحيح. عن الأمهات، عن حنظلة. نعم، عن حنظلة،
عن الأطفال وهذا الطفل البطل بالرغم من كل المعاناة وكل الخوف الذي يواجهه، عن الأم التي احتضنت أولادها ودافعت عنهم بجسدها وبروحها وقد وهي تعمل نعم. قدمتم شهداء معظمون. وهذه التضحية واحدة تكفي يعني لما الأم تقدم طفلة أو ابنة شهيد بهذه الأسلوب بهذه الطريقة، نزرع فيه قيم القوة، قيم التضحية، قيم القيم الأخلاقية الجميلة. بهذه الأساليب نستثير في المشاعر النبيلة لديه، نحمله مسؤوليته، نحمله المسؤولية اللي هو لازم يشعر فيها كطفل. قدام شوف هايدي أطفال يعني وخاصة بغزة يعني بعمر كتير صغير، تستغربي بأنه بيقول لك الشهادة يعني هو حلمه ما موجود. صحيح، بالرغم من أنه شاف والده، شاف عمه، شاف خاله، وكبرت هذا هي الفكرة كبرت بعينه ولم تخيفه ولم تخلق الخوف في نفسه. تمام، يعني مهم كتير اليوم وجود هيدا الأدب بحياة هدول الأطفال وخصوصا بالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها اليوم. خلينا نحكي، ذكرتي تفاصيل كتير ممكن كانت موجودة داخل هيدا الأدب، وذكرتي أنه البعض منا ما عم يصور المشاهد العنيفة للأطفال كرمال يربوا بشكل نفسي وسوي. ممكن يكون في تأثيرات نفسية سلبية من خلال هيدا الأدب على الطفل، أما لا هي فقط أفكار إيجابية عم تنزرع داخل عقول هاي الأطفال؟ الحقيقة في قول بيقول دائما يعني أبعدوا الأطفال عن هذه المشاهد، اتركوهم يعيشوا حياتهم، يعيشوا براءتهم، يعيشوا طفولتهم. الطفل عايش بهذه ضمن هذه الحياة. برأيي نبعده أو يعني نخليه يعيش طفولته وبراءته، أنا برأيي هذا تغريب للطفل. الطفل حاسس، شايف، يشاهد النشرات الإخبارية، يسمع الأحاديث الكبار، يسمع تنهيدات الجدات، يرى دموع الأمهات وهي تشاهد هذه المظاهر. فلا نص يعني أننا نبعد عن هذه المشاهد أو هذه هو قدره أن يعيش في وطن مكلوم. عليه أن يحمل، علينا أن نساعده على حمل المسؤولية، على حمل الرسالة، حتى يكون قادر على مواجهة هذا العدو وتحرير وطنه عندما يكبر. هاي مسؤوليتنا، وهذا ما يقوم به الأدب المقاوم، أدب الطفل المقاوم بالنسبة للطفل. طيب دكتور، اليوم هذا الأدب المقاوم يعني وقت من نحكي بتفاصيله بنلاقي أنه هو في حدود كتير له تم تقييده يعني. أول شيء أنت بتوافقي على هذا التقييد؟ هل لازم يكون هو بدون سقف يعني يكون يذكر كل شيء؟ أدب الطفل ذكرنا أنه اللي بيكتب يعني الأديب هو بيكون جدا حريص وهو ينقل هذه الأفكار وهذه الصور إلى الطفل، فهو دائما مقيد بأساليب التربية، مقيد بتربية الأسرة، بوصاية الخبراء، مقيد حتى بسياسة النشر ودور النشر اللي بهم التسويق لكتبه ولا منشوراته. لهذا السبب هو أدب مظلوم جدا، لم يلاقي يعني لم يلاقي هذا الإبداع، لم يلاقي هذا النشر، ما زال في بداياته، ما زال في. مين المسؤول اليوم عن هذا الظلم؟ يعني أنتوا اليوم رسالتكم جدا سامية وإنسانية يعني، ونحن بحاجتها يعني. صحيح، بتقولي اليوم أنا أدبي مظلوم. تمام. يعني مين بتحمل هي المسؤولية الظلم يعني؟ هل هي دور النشر؟ هل هي الأسقف اللي نحن ما فينا نتجاوز ببعض القصص اللي ممكن تروى أو تذكر أو يصير إسقاط إلى ضمن هي الكتب؟ طالما عنا الأساليب اللي بنقدر نقدم فيها للطفل هذه الأفكار على أي حدا، هي مسؤولية الأم، مسؤولية المدرسة، مسؤوليتنا نحن كباحثين، مسؤولية حتى يعني دور النشر هي مسؤولة عن هذا الشيء، مسؤولية أي شخص فينا، أي شخص تمس موضوع فلسطين، يمس موضوع ما يحدث في لبنان الآن، ما يحدث في الوطن العربي بشكل عام، هو مسؤولية أي شخص. لا أعتقد أن أحد ممكن يتبرأ ويقول أنا
غير مسؤول عن هذا الموضوع. تمام. يعني دكتورة خبرينا عن نشاطاتكم أكثر، كيف عم تكون مع الأطفال؟ بالحقيقة احنا انتهزنا في يعني اخذنا فترة الصيف لنتعامل فيها مع الاطفال، طفل بالشتاء مشغول بالمدارس، مشغول بمذاكراته وامتحاناته، انتهزنا فترة الصيف و هلا عم بيكون كمان في نشاطات بهي الفترة؟ لا بس بالصيف اشتغلنا عليها، حاليا متوقفين لانه كمان دوام الصبح دوام المساء، يعني صعب بالنسبة للتعامل مع الطفل. ولكن بالصيف قمنا عملنا ورشات رسم للرموز الفلسطينية، تعلم من خلال الطفل معاني هذه الرموز، تعلم أيضا هو من نفسه يرسم رسمات يكون قاصد بها معنى أو يعني يقصد بها شيء معين. نعم. حكينا لهم عن قصص الأطفال، الشهداء الأطفال، ما يحدث في غزة، تعاطفنا مع أطفال غزة. أيضا قمنا بكثير من النشاطات اللي دربناهم على إلقاء الشعر والمسرحيات والدبكة، قمنا بنشاطات مختلفة اللي عن هذه توجنا فيها أعمال هذه الورشات جميعا. واليوم مهمتكم جدا عظيمة، يعني نحن قدام جيل بعيد جدا عن 48، بعيد عن النزوح، بعيد عن المعاناة اللي عاش فيها الشعب الفلسطيني، بعيد اليوم أصلا عن اللي عم بيصير كان على الجبهة اللبنانية أو الجبهة السورية. اليوم هيك بكلمة أخيرة من حضرتك، بس أنا عندي فضول أعرف هدول الرموز أو النقوش اللي على ثيابك هي رموز فلسطينية، لشو بترموز؟ الحقيقة هذا موضوع طويل. الرموز الفلسطينية دائما بمعارضك، أنت مصرة تعرضي الرموز الفلسطينية، ولكن هيك إذا بك هيك كلمتين. نعم، باختصار كلمتين، هذه هوية، مجرد لبسة أنا أعتز بهويتي وأفتخر بها. هي هويتنا نحن كمان. هي كمان هويتنا نحن. اليوم نحن عم نحكي عن قضية شعب مصيرية مشترك من طفولتنا، وهي رسالة أيضا بلاد العربة أوطاني. نعم. نحن كبرنا على هاي الكلمة، أنقل رسالة من خلال هذا الثوب إن شاء الله. رسالتك بتصل وبالنصر لفلسطين وللمقاومة، يعني إن شاء الله هذا التصعيد يكون هو عملية بتر ورجع لحقوق الشعوب المظلومة. شكرا ست دكتورة نجلاء لحضورك لليوم. شكرا لك دكتورة نجلاء، نورتينا بصباحنا غير لليوم. أهلا وسهلا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. وأكيد مشاهدينا مكملين معكم، ولكن رح ننتقل لتاني تقريرنا لليوم من حما. وضمن برنامج المسح السمعي للأطفال تستمر عيادة فحص استماع لحديثي الولادة في مجمع الأسد الطبي بحما بتقديم خدماتها للأطفال. وإجراء المسح السمعي للأطفال يساهم بالكشف المبكر عن نقص السمع ويتجاوز أيضا مشاكله واتخاذ التدابير العلاجية في الوقت المناسب. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي مع زميلنا حسام الشب. ضمن برنامج المسح السمعي للأطفال تستمر عيادة فحص السمع لحديثي الولادة في مجمع الأسد الطبي بحماة بتقديم خدماتها للأطفال. هلا بالمركز هون عندنا ثلاث فحوصات بنسميها فحوصات المسح عند الأطفال حديثي الولادة، أطفال اللي بينولدوا بالمجمع، والأطفال أي طفل آخذ لقاح أول برا بالمستوصفات بيجي لعنا. الفحوصات المسحية الفحص العام، طبعا فحص الطفل العام، فحص السمع، المسح هذا بنجريه أول أسبوع للطفل، إيكول وريك بنجريه لعمر الشهر ونص، بنضل نتابع الطفل عمر الشهر ونص بنعمل له إيكول وريك، والفحص العيني أو منعكس الحدقة عند الطفل. هي الخدمات اللي بنقدمها للأطفال. هلا في حالات بتجينا من برا، هي لكل طفل بينولد بالمجمع أو كل طفل بياخذ لقاح برا المستوصفات بتحول لنا إياه لهون. وفي أطباء مثلا بالعيادات الخاصة شك مثلا بالسمع، نقص سمع عند الطفل ما في تجاوب، كمان هون بنخدمهم بهي القصة بالمسح السمعي. هلا عندنا عيادة الوليد، هي موجودة في قسم الحواضن. عيادة الوليد تؤدي خدمات، ثلاث خدمات مهمة، غير طبعا العناية بالأطفال، غير الحواضن، غير معالجة الضوئية، تقدم خدمات فحص السمع الدوري
فحص السمع مسح السمعي لكل الأطفال. كل الأطفال اللي بيولدوا بالمشفى بنسوي لهم مسح سمعي بالإضافة إلى فحص الورك والفحص العيني. عدد المرضى اللي اجونا من أول السنة لهلا 1450 طفل، يعني نحن سوينا مسح سمعي ل 1450 طفل في عيادة الوليد. إجراء المسح السمعي للأطفال يساهم بالكشف المبكر عن نقص السمع وبتجاوز مشاكله واتخاذ التدابير العلاجية في الوقت المناسب. حسام الشبة، الإخبارية السورية، مدينة حماة. وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي. موضوعنا بتعلق بصحة الفم والأسنان ومشاكل الأسنان دايما عديدة. موضوعنا لليوم عن ضرس العقل المنتمر، اضطراب بيمنع الأضراس الثلاثة من الظهور بالفم. يعني لما نقول رشة ضرس العقل، الألم والوجع اللي ممكن يصير، هذا الوجع اللي ما حدا بيتحمله يعني. تماما. يعني اليوم نحن نعرف أكثر، أنه بيقولوا لك أنه يمكن ما في أعراض ويمكن هون الوجع الأكبر بالضرس. يعني هون الفكرة انه انت في شيء بس ما بتعرفي، يعني ما في اعراض اليوم بتدلك انه انت شو المشكله الموجوده داخل الفم. هذه الحاله ما فيها اعراض داخل الفم، وممكن الحركه اللي ممكن تصير داخل الفم بتسبب اذى بالاضراس يلي حواليها، وممكن ايضا تتطور لحتى تشكل كيسه. رح نروح لنتعرف اكثر عن هذا الموضوع، انه نحن كيف قادرين نميز الحاله اللي عم نعاني منها، شو اهم العلاجات، شو أهم خلينا نقول المراقبات اللي ممكن يعملها الدكتور لاكتشاف نوع الحالة اللي عم يعاني منها المريض. وضيفنا لليوم هو الدكتور حسين عبد الكريم، اختصاصي أمراض الأسنان وجراحتها. صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم ولكل المتابعين. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بداية عن نحكي عن ضرس العقل المنتمر، أو مثل ما بيسموه ضرس العقل المدفون. نعرف تماما، نعرف اليوم من حضرتك تعريفه بشكل طبي وشو أسباب ظهور هذا الضرس. هو تسمية ضرس العقل هي تسمية شائعة أو عامية. علميا هو الريحة الثالثة يلي هي موجودة بشكل طبيعي فم أغلب الناس. هلا قسم كبير من الناس تطلع عندين مثل أي سن تاني بزوغ نظامي، وبتطلع بالفك موجودة نظامية. في قسم من الناس بتكون موجودة منطمرة، ممكن تكون نص انطمار، ممكن تكون انطمار كامل. هلا في عنا أشكال متعددة كمان لانطمار ضرس العقل، ممكن يكون أفقي، ممكن يكون انطمار عمودي، ممكن يكون انطمار مائل. في كتير عنا تداعية. طبعا هاي الشيء ما بنقدر نتحكمه إلا بالصور الشعاعية، درجة الانطمار ونوعيته بنحدد على طريق صورة شعاعية. هلا بالنسبه للاعراض كنتوا عم تحكوا شوي، ما في اعراض دكتور؟ هلا في اعراض دائما، ما في شيء الا له اعراض بس، ولكن المريض ما بيعرف الحاله، هو ما بيعرف من شو. انا موجوع بس ما بعرف شو عم يوجعني. بس ما بعرف من شو، خصوصا اذا كان منطمر. ليش؟ لانه مو شايف، هو شايف انه انا هذا نص الفك هون عم يوجعني مثلا، بس ما بعرف شو هو. ما بيعمل وزن، احيانا بصير عنده مثلا طنين بالاذن، ممكن يكون كمان منه. إذا كان بفك العيون ممكن كمان أحيانا تحس إنه يقول لك ألم ضارب على عيني، وجع رأس، عرفت كيف، صداع مثلا مستمر. كل هذا ممكن يصير كأعراض هي قبل أو هي قبل ما تكون حادة مثلا، عرفت كيف، هذا بشكل مستمرة. بيعمل صورة أشعة بيكتشف إنه عنده ضرس مثلا، في مثلا مثل التهاب حواليه أو في كيس حواليه، أو ممكن يكون متصل مثلا مع القناة تبعية العصب، كمان ضغط عليه يعني يعمل هذا التوتر او هذا الالم. يعني احنا التشخيص اللي بيحدد نوع الحاله اللي عم يعاني منها المريض هي فقط صور الاشعه. صور يعني الاشعه قولا واحدا. طيب هذا الكيس دكتور كيف بيتشكل؟ هل هو خلينا نقول انه ما لحق حاله من اول ما بلش عنده؟ دائما بيكون في عندنا كيس، نحن ضرس العقل دائما بيكون في عندنا كيس. موسط مو انه ما لحق حاله، بس احيانا ممكن مثلا انه هو بيجي باخر منطقه بالفك، فصعوبه تنظيف المنطقه او الوصول لها بالعنايه الفمويه ممكن تعمل لنا التهابات. هاي الالتهابات ممكن هي تحرض الالم تبعه بشكل اكثر. الكيس شو بيحوي؟ الكيس عندنا كثير اشكال للاكياس. ممكن كيس يكون موجود على ضرس العقل، هذا بنسميه احنا كيس بزوغي، هذا موجود من اساسه يعني مع ضرس العقل بتشكل. اذا ما واحد انتبه عليه بمراقبه شعاعيه او شيء ممكن يتطور لانه يصير كيس كبير.
فهون بنضطر كمان احيانا طبعا بيختلف نوع المعالجه هون صار عندنا. طيب امتى احنا ممكن نلجا للجراحه او قلع هيدا الضرس؟ شو هي الحالات اللي بتستدعي انه انا خلص لازم اتخلص من وجود هيدا الضرس؟ طالما عندنا شيء اسمه منطمر المفروض انه نلجا للجراحه. عرفتي كيف؟ لان تحركه او انه يعمل مشاكل وارد باي لحظه. فنحن المفروض خلص طالما هو شيء منطمر، هلا في حالات ممكن نتركه نحن اذا مو عامل مثلا مشاكل قريب من قناة الفك حجمه كبير ممكن يسبب كسر للفك أثناء الجراحة، هذا طبعا بيحدده الأخصائي طبعا دراسة. طيب دكتور قبل ما أنت حضرتك تحدد أنه اليوم هل بحاجة لجراحة أو لا أو ممكن ما يأثر على الضروس اللي حواليه، هل اليوم في إجراءات متبعة من حضرتك للمريض أنه يتقيد فيها قبل إجراء الجراحة؟ يعني أدوية مميعات، أدوية التهاب؟ طبعا القصة السريري للمريض بتحدد إذا هو مثلا عنده أمراض عامة مثلا سكري، قلب، ضغط، مشاكل بالكلية، مشاكل عامة مثلا صرع كذا، هي كلها نحن بندرسها لأي مريض مو بس لمريض الجراحة. بناء عليها نحن بنقرر نحن انه بده يفوت على الجراحة او لا. ممكن احيانا في حالة نضطر للجراحة تحت تقدير عام. طبعا مثل شو؟ حالات ضراس العقل المنطمرة او حالات سكر، ضغط الدم، القلب، بالفك، مريض الصرع مثلا ممكن اذا ما بنعرف كيف نسيطر على الهجمات تبعيته كمان ممكن نحن شو اكثر خافي اكثر حاله بتخافوا منها دكتور؟ هلا مو قصه خوف منا للحاله اكثر من انه الحذر والحذر يعني موجود نحن عندنا بكل الحالات اللي فيها امراض عامه، ولكن فرط نشاط الغده الدرقيه هو اكثر حاله ممكن تخوف. يعني اذا المريض ما خبر فيه وانعطى مخدر مع ادرينالين احتمال يصير عنده عصبه درقيه ممكن تؤدي للوفاه. فهذا المريض انه نحن دائما بنحض المريض انه انت اي شيء عندك خبر طبيبك مشان ما نوقع بتدخلات دوائيه او تصير عندنا مشاكل صحيه ما نضل صدف عليها بعدين. تمام. هلا اذا كنا ممكن تكون الاعراض صامته او ممكن الشخص ما ينتبه لهيدي الاعراض، ممكن كمان هيدا الضرس يظهر بعمر معين؟ ضرس العقل نحن بنعرف ممكن يظهر بين ال 18 و 25 سنه، في اشخاص ممكن تتاخر بظهور هيدا الضرس ما بتطلع كمان، فالفكره مربوطه اليوم بالعمر ام لا ما دخل؟ هلا الموضوع ما مربوط بالعمر قولا واحدا. هلا فتره البزوغ الوسطيه ما بين 18 و 25 تمام، بس ممكن تكوني انت عندك مريض مثلا بعمر 29 سنه جاء لك والله حاسس هون مثلا في شيء عم يشق باخر التم، تطلعي انت انه ايه في عندنا بزوغ موجود لضرس العقل. وفي انا هلا طبعا هي حاله نادره مره صارت معي، مريضه بعمر 14 سنه كان عندها الاربع ضرس العقل كانت بازغه كامله. فهذا موضوع هاي هو موضوع ناخذ احنا الوسطي او النسبي وما بين 18 لل 25 سنه. طبعا بهي الفتره هذه ما في حدا له عنده مشاكل باسنانه، المفروض نحن كطبيب اسنان انا اول شيء بطلبه من المريض هو صوره البانوراما، بيعمل صوره وبنشوف نحن بيكون ممكن تكون اذا كان بعمر صغير بيبين معنا براعة من دراسة العقل، اذا كان مثلا بعمر بزوغ مثلا بيبين معنا اذا بازغ الضرس او لسه مثلا نص بزوغ او شيء او طريق البزوغ او اذا مايل او منطمر او ما ممكن يطلع، بنشوف اذا عندنا مسافه بالفك له او لا. يعني اذا بده يعمل حتى من وقت اللي بيكون برعم اذا بده يعمل عندنا مشاكل بالفك يعمل تراكب بالاسنان او يتفش اسنان او ما في مسافه نحن بنشيله قبل ما يطلع حتى من هو من وقت اللي بيكون لسه برعم. دكتور في نقطة كتير شائعة يعني ونحن بنسمعها من أطباء أسنان سواء بصباحنا غير أو من زياراتنا الخاصة للعيادات، إنه في مشكلة بدرس العقل تعال نشيله، يعني إنه كأنه ولا كأنه هو وجوده أو عدم وجوده ما كتير مهم. يعني حسستي ضرس العقل أو الرحة الثالثة هو سن مثل أي سن تاني، يجب معاملته ومعاملة أي سن تاني. ليه دائما بيروح للإجراء القلع؟ يعني للأمانة لأنه أريح له الإجراء القلع، أريح له كمان أريح له للطبيب لأنه معالجة ضرس العقل الأغلب الأحيان ضرس العقل ما له شكل ثابت. تمام. طيب هو ليش بيطلع إذا ما له لا شكل ولا ما له شكل ثابت؟ هلا ليش بيطلع هذا شغل رب العالمين؟ دائما يعني بيقولوا لك خلص قيمي شو بدك فيه. إذا في إمكانية للمعالجة المفروض دائما إنه يتعالج قولا واحدا مثل اي سن ثاني، لان احتمال انا عليه كثير بيجي انا احتمال يصير عندي اي عرض على السنه اللي قبله مثلا. طب اوكي قلعت السنه اللي قبله عليه بتركز السنه اللي قبله انا ممكن استفاد منه بجسر كذا عامل جسر صحيح.
طيب إذا بدنا نحكي عن قلاعيد الدرس دكتور، شو هي الخطوات؟ خبرنا أكثر تفاصيل عن الموضوع اللي هي موجعة فعلا، شو هي الإجراءات اللي لازم نتخذها إن كان قبل العملية الجراحية أو حتى بعد؟ هلا بالنسبة للعضلة عندنا نحن الإجراءات قبل الجراحة طبعا بده يكون في مراقبة، إذا كان في حالة التهابية حادة بنغطي بالصدات مثلا يومين أو ثلاثة أيام قبل ما نلجأ ليخف الالتهاب الحاد نحن عندنا، بعدين ممكن نفكر نحن نفوت على الجراحة. هاي الحالة اللي إذا مريض مثلا بياخذ أدوية قلبية أو أدوية مميعة للدم، كمان بعد استشارة طبيبه القلبي بدنا نحن كمان نوقف المميعات، بدنا نشوف استشارة تعليمات طبيبه بدنا نمشي عليها بالنسبة لنوع الصادات لنوع المميع اللي عم ياخده، كمان نتابع هذا الموضوع. طبعا كل مريض له حالة خاصة. هلا بالنسبة للجراحة، الجراحة كمان بتختلف حسب كل سن ودرجة انتماره، الانتمار الأفقي غير الانتمار اللي بيكون مائل، ممكن يكون عندنا أحيانا جسور منحنية، ممكن يكون عندنا مثلا ضرس العقل بأربع جسور أو ثلاث جسور، كل حالة ده تندرس على حالة. درجة الألم بعد الجراحة بتعتمد على الرد الجراحي اللي ممكن يصير أثناء القلع، أو ممكن نحتاج مثلا تفريغ عظم. مين بتحمل المسؤولية اليوم دكتور هون، أو طريقة القلع أو الجذور؟ عزيزتي هلا اللي بتحمل المسؤولية هو الضرس بحد ذاته أكثر الأحيان هو اللي بتحمل المسؤولية، لأنه بالنهاية الدكتور عنده هذه المسألة بده يحلها. في ناس بتقيمه وبتقول ما حسيت بشيء، أنا منهم يعني تمام. برجع باكل باللي ساعتين باللي ما فيني. هلا 80% من المرضى ما بيشتكوا من شيء بعد قلع. في ناس بتاخذ السيتاكودائين ولا البروفين المسكنات كثير ضرورية بعد القلع، خصوصا لما بيكون في عندنا تداخل على العظم، نحن عم نبرد العظم أو نفرغ عظم حواليه مشان حتى نشيله. هون قولا واحدا الرد الجراحي رح يكون أكبر. دكتور اليوم دائما نحن بنقول بعض الإجراءات الوقائية والنصائح من الطبيب المختص كفيلة أنه توفر رحلة علاج جدا طويلة. بسؤال أخير لحضرتك، مجموعة من النصائح لك الحدا عم يشوفنا ضمن موضوعنا لليوم. هلأ بالنسبة لدراسة العقل المنطمرة قولا واحدا ما في وقاية، هون نحن عنا عنا الوقاية الوحيدة اللي ممكن يعملها هو أنه أنا صار عمري 18 أو 20 سنة مفروض أني أعمل، حتى لو ما عم اشتكي شيء من أسناني بعمل صورة للأسنان وبرجيها للدكتور أنه أنا شو عندي مثلا مشاكل أو شو ممكن يصير عندي هون بهي الحالة. أكيد. بالختام كنت معنا الدكتور حسين الإبراهيم اختصاصي بأمراض الأسنان وجراحتها. شكرا لك دكتور. خلي لي أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا للإخبارية السورية. إن شاء الله بتضل بألف خير. أهلا وسهلا دكتور حسين عبد الكريم، منورت صباحنا لليوم. جيب هي هادي، ودائما الوقاية بنقول بنطاري علاج بلاها. هي كان بدي أشيله لدرس العقل، بس هلأ بعد المقابلة خلص غيرت رأيي. لا لا ما له ما في ألم. تمام ان شاء الله. بالعكس يعني دائما احنا مشكلتنا انه بنروح بالحالي الاسعاف فيه، وهذا شيء اكيد غلط يعني. لا احنا دائما احنا المفروض نحن نتابع الموضوع من اولته. اذا في امكانيه زياره الطبيب كل 6 شهور اساسيه. هلا هذه 90% من البشر ما بيلتزموا فيه. تمام. لا دكتور الله يسامحك والله 90% كل سنتين ثلاثه او بالمناسبه بالمناسبات. شكرا دكتور لحضورك اليوم، يومك حلو يا هايدي. وهيك اسنان ابتسامة حلوة تخرج من القلب، دائما بالقلب بيكون بيظهر على وجهنا على حياتنا يعني. فان شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع. بدي اتشكر كل الكادر الفني اللي رفقنا بالكنترول والمعدة. حلا اكيد صح صباحك يا حلا، يعطيك الف عافية. لاقونا بكرة بنفس الوقت من هلا لوقت، تكونوا بالف خير بالصحة والسلامة وجبران الخاطر. باي باي. اكيد تبقوا بالف خير وصحة مشاهدينا، تابعونا بكرة بنفس التوقيت وضيوف جدد وفقرات جديدة ضمن صباحنا غير. ومن هلا لبكرة تبقوا بالف خير. باي باي.